تطعيم جديد ضد فيروس شلل الأطفال طرحته الصحة لمدة 4 أيام للأطفال من عمر يوم حتى عمر 5 سنوات، لكن أيضاً طرحت الصحة تحديداً لبعض الفئات التي يجب عليها تناول هذا التطعيم، وأيضاً حذرت الصحة من التعامل مع التطعيم وأعطت تعليمات للتعامل مع الشخص بعد التطعيم. فمن هم الفئات المستثناة من التطعيم وما هي التعليمات للتعامل مع هذا التطعيم؟ كل هذا في تغطيتنا. طرحت الصحة تطعيما جديدا ضد نوع من فيروس شلل الأطفال، وهو نمط 2 يختلف عن الموجود في الصحة، وذلك لمدة 4 أيام بداية من 11 ديسمبر حتى 14 ديسمبر. التطعيم لجميع الأطفال وحديث الولادة من عمر يوم حتى عمر 5 سنوات من يوم الأحد حتى يوم الأربعاء، ويعتبر هذا التطعيم هام جدا حيث يحمي الأطفال من مرض شلل الأطفال. وأعلنت الصحة وجود حالات للأطفال تستثنى من تناول هذا التطعيم، وهم الأطفال المصابين بمرض نقص المناعة والأطفال المصابين بالسرطان والأطفال الذين يعالجون بأدوية تضبيط المناعة وأدوية السرطان والكورتيزون لفترات طويلة. أيضا يستثنى الأطفال الذين يعانون من أمراض حادة وارتفاع شديد في درجة الحرارة، يؤجل التطعيم حتى زوال المرض المسبب لارتفاع درجة الحرارة. ونوهت الصحة على الأمهات أن الطفل الذي تلقى تطعيم شلل الأطفال النقط في تطعيمات الروتينية يأخذ جرعة الحملة لأنه يحتوي على نوع آخر من فيروس شلل الأطفال، وهو نمط 2 ويختلف عن الموجود في تطعيم الصحة. ولا يشترط فاصل زمني بين تطعيم حملة الأطفال وبين أي تطعيم آخر سواء أساسي في الصحة أو إضافي كتطعيم الروتا، كما أن بخاخات الأنف والصدر المحتوية على الكورتيزون لا تتعارض مع هذا التطعيم، ويعتبر التطعيم آمن للأطفال المصابين بحساسية الأنف أو الصدر أو حساسية الطعام كالألبان والقمح وغيرهم، كما أن إعطاء المضادات الحيوية أيضا لا تتعارض مع هذا التطعيم ولا تتعارض مع ارتفاع الطفيف في درجات الحرارة ولا يتعارض مع هذا التطعيم. وأوصى مركز السيطرة على الأمراض CDC بأن يحصل جميع الأطفال على هذا لقاح شلل الأطفال للحماية من شلل الأطفال كجزء من سلسلة اللقاحات الروتينية للأطفال، ولقاح شلل الأطفال المعطل هو لقاح شلل IPV الأطفال الوحيد الذي يعطى في الولايات المتحدة منذ عام 2000، ويعطى لقاح شلل الأطفال بحقنة في الساق أو الذراع حسب عمر المريض، ويستخدم لقاح شلل الأطفال الفموي. وهناك احتياطات يجب الانتباه إليها بعد تناول لقاح شلل الأطفال، حيث من الممكن أن يغمى على بعض الأشخاص أحيانا بعد إجراء طبي بما في ذلك التطعيم، ويمكن أن يساعد الجلوس أو الاستلقاء لمدة 15 دقيقة تقريبا في منع الإغماء والإصابات الناجمة عن السقوط. ويجب إخبار مقدم الرعاية الصحية الخاص بك إذا شعر الطفل بالدوار أو تغيير في الرؤية أو طنين في الأذنين بعد الحصول على التطعيم، ويصاب بعض الأشخاص بآلام شديدة ودائمة في الكتف أكثر من الألم المعتاد الذي يمكن أن يتبع الحقن، نادرا ما يحدث هذا، ويمكن أن يسبب أي دواء رد فعل تحسسي شديد، وردود الفعل هذه من اللقاح نادرة جدا وتقدر بحوالي جرعة واحدة من بين 1,000,000 جرعة، وقد تحدث في غضون بعض دقائق إلى بعض ساعات بعد التطعيم، لذلك يجب الانتباه جيدا بعد تناول التطعيم والراحة لفترة من الوقت. بذلك نكون قد عرضنا لحضراتكم أهم التفاصيل حول التطعيم الجديد ضد شلل الأطفال والأطفال المستثناة منه وكيفية التعامل مع الطفل الذي تم تطعيمه. نتمنى السلامة لكل أطفالنا. بشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.